السلام عليكم. يخوض العالم معركة كبيرة في مواجهة جائحة كورونا منذ نحو 3 شهور، والرواية الرسمية المعتمدة في هذه المعركة أن البادئ بها هي خفافيش مدينة ووهان الصينية التي نقلت هذه الحمى إلى بني الإنسان. لكن لي جيانز هاو نائب رئيس إدارة المعلومات بوزارة الخارجية الصينية رمى بصخرة كبيرة في مياه السياسة الدولية بحديثه قبل أيام عن احتمال إدخال الجيش الأمريكي حمى كورونا إلى مدينة ووهان. ربما يكون هذا الكلام دقيقا، أو ربما هو تسييس لهذه الحمى لأهداف اقتصادية واستراتيجية. لكن المؤكد أن كورونا يجتاح العالم، وأن الدول المتقدمة تسابق الزمن للسيطرة عليه وإنتاج لقاح يقي شعوبها جموحه. وسط هذه التفاعلات يبدو العرب من بين أكثر المتفرجين على المشهد الدولي وجوماً، لا حس ولا خبر، إلا اللهم متابعة من بعيد لتفسيرات ظهور كورونا وإجراءات يصفها مراقبون بأنها مجرد ردات فعل وليتها تعكس حقيقة تفشي الحمى في الدول العربية. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نتوقف مع تفاعلات حمى كورونا باحثين وراء أجوبة شافية عن السبب الذي يجعل العرب ينأون بأنفسهم عن خوض غمار تحدي جائحة كورونا والانتقال من ردات الفعل إلى الفعل ذاته. أهلا بكم. منذ بداية تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية ثم انتشاره بشكل مخيف حول العالم، بدأت أصابع الاتهام تتناوب في الإشارة فيما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنشر المرض بفرضية غير مؤكدة بوجود حرب بيولوجية. الصينيون يتهمون الولايات المتحدة بأنها من نشرت الفيروس في إطار حربها الاقتصادية على الصين. وبحسب المتحدث باسم الحكومة الصينية الذي قال إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان، وهو ما رفضته واشنطن، بل ووجهت اللوم والاتهام إلى الصين بأنها سبب انتشار هذا الفيروس نتيجة أبحاثها السرية والمستمرة في تطوير أسلحة بيولوجية وعلى مدى عقود من الزمن. كورونا الذي لم يتوقف حتى الآن في الانتشار من دولة إلى أخرى، حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 220 ألف إصابة وحصد أرواح أكثر من 9000 شخص، بالمقابل فإنه تعافى منه أكثر من 85 ألف شخص. WHO has been assessing this outbreak. هذا ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم علماء العالم للتضامن لمواجهة فيروس كورونا القاتل. وفي سابقة هي الأولى من نوعها أعلنت بكين اليوم الخميس أنها لم تسجل خلال الساعات 24 الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا. ومع تزايد انتشار الوباء فإن دول العالم تحاول جاهدة الوقوف بوجهه وإيجاد علاج يمكنه القضاء عليه، لتعلن المختبرات العالمية أنها بصدد تجارب واعدة للقضاء على الفيروس. تلك التجارب والمحاولات ترمقها الشعوب العربية بعينها التي تتمنى أن يكون لها نصيب من المبادرة والمشاركة في إنقاذ العالم من فيروس كورونا. للحديث عن جائحة كورونا وتعامل العرب معها بين المبادرة والمشاهدة ينضم إلينا هنا معي في الاستوديو الأستاذ أنور الخضري رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث، والدكتور منتصر ذهني استشاري أمراض المناعة وعلم الجراثيم، وعبر سكايب من مدينة بون الألمانية الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ معك دكتور منتصر، أهلا بكم. أهلا بكم. يعني كثر الحديث كثيرا في الآونة الأخيرة، مسؤول كبير في وزارة الخارجية الصينية يقول إن الجيش الأمريكي هو أو احتمال كبير أنه هو من أدخل هذا الفيروس إلى مدينة ووهان الصينية. من الناحية العلمية والعملية ما مدى نجاعة هذا الكلام، وماذا عن التركيبة العضوية لهذا الفيروس؟ بداية أرحب حضراتكم وحضرتكم الأستاذ أنور والأستاذ نبيل، وأرحب بكل المشاهدين معنا على قناة الرافدين. كما تفضلت حضراتكم أن بعد حصل تراشق بعد أن حدثت الجائحة في مدينة ووهان الصينية في مطلع عام 2020 الذي نعيش فيه الآن، وبعد ذلك حصل تراشق كثير بين الدولتين، بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. كما قلت أن حضراتكم يعني أشرتم إلى أن الصين قد
ألقت باللائمة على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذه الإلقاء باللائمة هل هو من الناحية العملية والعلمية فيه نجاعة، فيه وجاهة هذا الاتهام؟ قد يكون، ولكن أنا دعني أفسر يعني الأمر بأشياء من تفصيل. نعم مباشرة تفضل. ألقت باللائمة على الأمريكان أن الجنود الأمريكان في أثناء تدريبات رياضية في مدينة أوهان قد جلبوا معهم هذا الفيروس وبدأ ينتشر هناك. ردت أمريكا، والرئيس ترامب أمس واليوم تحدث وقال بهذا اللفظ الفيروس الصيني. هو لم يقصد بذلك أن الفيروس يعني أنشأه في الصين، ولكن يقصد الفيروس صناعة الصين. ما حدث كان كارثيا. أنا من وجهة نظري، وفي ناس كثيرون يؤيدون هذا، أن الصين هي التي أحدثت هذا الأمر. يوجد مركز أبحاث ضخم للأبحاث البيولوجية العسكرية في مدينة أوهان. أنا مع الفرضية التي تقول أنه تم تسريب هذا الفيروس من خلال هذه المختبرات عمدا. أنا أقول أنها عمدا، والدلائل موجودة توضح ذلك جيدا. كثف لها لنا. نعم. حدث هذا عمدا. أنت عندما تنظر الآن ترى أن الصين كما قال التقرير الآن لم تسجل فيها اليوم حالة واحدة. وفي وسائل التواصل وعلى الميديا وهناك في الصين رأينا الرئيس الصيني يزور مشفى أوهان بدون كمامة. لكن بعد خراب مالطا دكتور، بعد خراب نعم مالطا نعم يعني 80,000 مصاب و 4,000 و 4,000 ميت. الأمر أكبر من ذلك أخي الفاضل. الصين ليست دولة ديمقراطية. الصين كما تعلم نظام ديكتاتوري، نحن نعلم ذلك جيدا. فلا داعي، لا مشكلة أن أضحي ب3,000 أو 4,000 مقابل أنه سيجني أشياء كثيرة جدا. أنت تعلم عندما حدث هذا الأمر ووقعت هذه الجائحة في الصين، هناك الكثيرون من رجال الأعمال لديهم شركات كثيرة في الصين من أمريكا ومن الغرب. عندما علموا بهذا الأمر بدأوا يهربون ويتركون الصين وتركوا مؤسساتهم، وأصبحت الأسهم بقيمة متدنية جدا، وهذا ما أرادوا الصينيون. وبعد ذلك دعوها للحكومة الصينية وخرج هؤلاء من هناك، وهذا عاد بربح اقتصادي قوي. وأنت تعلم أن هناك حرب ضروس منذ فترة، فحرب اقتصادية ضروس بين الصين وبين الولايات المتحدة. لكن دكتور منتصر، يعني الفيروس كما لو أنه مصمم لكي يستهدف كبار السن من ذوي المناعة الضعيفة، هل يمكن من الناحية العلمية أن يصمم فيروس أو حمى بحيث تختار هدفها فقط من كبار السن؟ نعم أخي الفاضل، هم اختاروا هذا الفيروس حتى لا يكون قويا وإحداث أذى كثيرا عندهم. وفي نفس الوقت هذه الدولة تقوم بإنتاج مثل هذه الفيروسات تصنع معها المضاد. الصين هي الدولة الوحيدة الآن التي تقول أنا لدي العلاج، وربما يكون لديها الفاكسين أيضا، المصل أيضا. وأنت ترى أن كل من في الصين، لا توجد حالات الآن، كل المشكلة توجد في الغرب، في أمريكا وأوروبا أصبحت البؤرة للانتشار الآن. إذا نظرت إلى التحالف الشرقي، أين روسيا؟ لا يوجد فيها شيء، قليل جدا الحالات. أين الهند؟ لا يوجد فيها قليل جدا لكن الحالات. لكن الأرقام الرسمية ليست مؤشرا دكتور منتصف. أنا أقول أن الأرقام الرسمية المعلنة في جميع الدول بدون استثناء ليست صادقة. طيب أستاذ أنور، حقيقة يعني بدأ الحديث باتهام أمريكا، والآن الدكتور يعني يتحدث عن فرضية وقوف الصين وراء هذا الموضوع. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الكلام منطقيا؟ لماذا لا يكون هذا الكلام تسييسا حربا سياسية أكثر منها حربا بيولوجية؟ طبعا فرضية أن يكون الفيروس صناعة صينية، الحرب البيولوجية لو تحدثنا عنها هي حرب خطيرة غير مدركة العواقب، وبالتالي فإنها لم تستخدم إلا في إطار المختبرات وفي إطار التنافس السياسي والحديث عن قوة الدول. كما أننا نعرف أن السلاح النووي مثلا لم يستخدم لأثاره الكبيرة والخطيرة. الفيروس إذا أطلق لن يستطيع أحد أن يتحكم في مساراته. نحن نعرف الآن أن العالم كله منفتح على بعض، هناك حركات تنقل، هناك بضائع، هناك مسافرون، هناك هناك هناك، وبالتالي فإن إطلاق سلاح بيولوجي سوف يعود بالضرر على المجتمع نفسه، لأنه المجتمع نفسه لن يتنبأ بمساراته. فعملية التنبؤ
تحكم قضية الاستخدام السلاح. يعني أنا ممكن أطلق صاروخ وأعرف أين سيضرب، ممكن أستخدم سلاح حتى الكيميائي ممكن أعرف أنه يغطي منطقة معينة، لكن السلاح البيولوجي ليس ظاهرا، يعني ينتشر بشكل خفي جدا، وبالتالي فالفرضية غير صحيحة في نظري، وإن كانت آثارها أصاب يعني جاءت بالمصالح للصين أو لأي شركات أخرى، فإن مصائب قوم عند قوم فوائده. طيب يعني ما الهدف من إطلاق هذه التصريحات الصينية وبالمقابل تصريحات أمريكية أخرى؟ يعني نحن نعرف أنه الصين والدول الشرقية لها عداءها التاريخي مع المنظومة الولايات المتحدة الأمريكية، وكل طرف يريد أن يلقي باللائم على الطرف الآخر، وهناك أحيانا يعني كما يقال حرب تصريحات إعلامية، كما فعل الرئيس ترامب عندما أشار كما تفضل الدكتور لقضية أن الفيروس الصيني لم يقدم أثباتات، كان بإمكانه أن يقدم إثباتات، لأنه هذه الدولة الآن هذا يعتبر إعلان حرب لا على الولايات المتحدة بل على الجنس البشري، وكان بإمكان الولايات المتحدة أنها تقدم براهين لتثبت هذا الأمر لتضع الصين في خانة الاتهام، لكن هذا لم يجري. طيب أستاذ نبيل في بون، يعني حقيقة هل ما زالت نظرية الخفافيش التي نقلت هذه الحمى إلى بني الإنسان هل ما زالت مقنعة في ضوء الاتهامات المتبادلة بين بكين وواشنطن أو بين بيجين وواشنطن؟ يعني الاتهامات دائما تكون بدون دليل تفقد قيمتها الفعلية، لا يستطيع الحكم عليها الإنسان إذا كان لم يعلن عن دلائل مقنعة ودلائل غير قابلة للدحض. أما مجرد الاتهامات هذا نشهده في عالم السياسة المعاصر. أستاذ نبيل هي معذرة ليست مجرد اتهامات، يعني طرح المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الصينية طرح أسئلة اتهامية، قال أين هم المرضى الأمريكيون، أين هي المشافي أو المستشفيات التي يعالجون بها؟ يعني الآن أصبح عددهم موجود وأصبح معلن إلى حد كبير، وليس فقط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، من جانب معاهد من داخل الولايات المتحدة وخارجها. السؤال لا ينفي الواقع أن هذا الاتهام ليس له دليل، ليس من جانب الصين تجاه أمريكا، أيضا من جانب أمريكا تجاه الصين بأنه قد كان. حقيقة نحن إذا أردنا أن نضع ذلك في إطار الحرب بالأسلحة الفتاكة النووية والبيولوجية وغيرها، التجربة الأولى على أي سلاح تجري خارج الحدود عادة ولا تجري داخل الحدود، لأنه لا يقدر ما ستكون عليه التجربة، وليست القضية أنه سنضحي ب3000 ونقف عند هذا الحد، لا لم يكن مستبعدا أن تكون الخسائر أكبر من ذلك بكثير في الصين لو كانت التجربة مقصودك كتجربة لسلاح. ثم هناك أمر آخر، الآن بعد هذه التجربة بعد أن ظهر هذا الفيروس، فإذا كان فعلا مقصود به سلاح بيولوجي فقد أصبحت كل الدول قادرة تدريجيا على أن تتعامل معه. قضية أنه لم يعد موجود في الصين إصابات جديدة في هذه الأيام، بكل بساطة مر الآن 4 شهور وكانت هناك إجراءات واسعة النطاق في الصين، ويمكن أن تكون بعد 4 شهور أيضا الإجراءات التي بدأت في أوروبا بالبداية بنطاق فيه نوع كبير من القصور والآن بنطاق مضاعف، يعني قد تأتي بعد 4 شهور نقول والله لم يعد يوجد هنا أيضا إصابات كبيرة في يعني الإصابات عالية كما هو الحال في الوقت الحاضر. بالتالي الأدلة التي هي من باب التحليل يمكن أن نصل دائما إلى اتهام ونقول هذا ليس مجرد اتهام وإنما هو يعني شيء ثابت، ولكن لا نستطيع أن نعطي الدليل على ذلك. وكما ذكر الأستاذ قبل قليل يعني أيضا أنه لو كان هناك أدلة كان يستطيع الطرف الآخر عندما يلقي الاتهام أن يطرحها بشكل واضح على الملأ بحيث أن يكون الاتهام له قوته الفعالة المقصودة به. ولكن هناك الواقع أمر آخر، الصين لا تخسر كثير، يعني تخسر الواقع عندما تخرج الشركات المستثمرة منها ولا تربح كثيرا. يعني القضية ليست أنها الآن تؤمم هذه الشركات بسعر رخيص أو تشتريها بسعر رخيص، هي أتت بهذه الشركات وكانت تشجعها على الإقامة في بلادها في الصين ومن أجل الإنتاج والمشاركة هناك، وأيضا كثير من المنتجات الصينية من المعروف أنها تدخل في الصناعة الغربية بشكل واسع النطاق على الصعيد الإلكتروني وسواء. فالصين لم تعد من الناحية الاقتصادية دولة شرقية من العهد الحرب الباردة، وإنما أصبحت إلى حد كبير دولة رأسمالية اقتصاديا وشيوعية من ناحية طريقة الحكم سياسيا،
فهي تخسر كثيرا الواقع لو كانت يعني، ولا أعتقد بأنها كانت لا تقدر بأن خسائر يمكن أن خسائر اقتصادية ومالية ستترتب على نشر هذا الفيروس لو كانت قد نشرته بالفعل. فأنا بعيد كل البعد الواقع عن قضية أسلوب الاتهامات المتبادلة أو تصديق الأسلوب هذا المتبع. نحن نعرف عن أن الساسة في الصين يستخدمون هذا الأسلوب دون تقديم أدلة، وترامب أيضا منذ وصل إلى السلطة حتى الآن هو يتهم أوروبا في كثير من الأمور، وحاول حتى السيطرة على شركة ألمانية تصنع تحاول أن تجري التجارب من أجل تصنيع لقاح لهذا الوباء. بالتالي الواقع هذا أسلوبه المتمجح المتعالي على الآخرين، يمكن أن ينتظر منه اتهامات بجميع الجهات ما عدا جهته الخاصة الذاتية. نعم طيب جيد، يعني وجهة نظر معتبرة. عطفا عليها دكتور منتصر، أريد أن أسألك عطفا عليها، يعني عملية توليد فيروس ونقله على مستوى العالم ثم وقوع الدول الفقيرة والضعيفة التي قد يكون بعضها متحالفا مع الصين تحت براثن هذا الفيروس، أي فائدة يعود عليها الصين؟ ثم ما الفائدة التي ستجنيها الصين من فيروس يكاد ينتشر سرطانيا في العالم، وهناك مؤشرات تقول عنه في غضون عامين في ظل هذه الزيادة الهندسية قد يكون هناك مليار إنسان تحت براثن هذا الفيروس؟ في تعقيب على أستاذنا الفاضل الأستاذ نبيل، تفضل. هو يقول أن الجائحة قد انتهت في الصين في خلال 4 أشهر، وما يمنع أن تنتهي أيضا في خلال 4 أشهر في دول أوروبا وأمريكا وهكذا. ولكن خرجت منظمة الصحة العالمية وكذلك وزارة الصحة الأمريكية أعلنت أن هذا الوباء سيستمر على الأقل 18 شهرا أو أكثر. نعم. فهذا يضحد هذا الأمر تماما. هذا رقم واحد. أما بالنسبة للعائد الاقتصادي فهو يقول أن ماذا جانت الصين من خروج هذه الشركات؟ منظمة الصحة العالمية قالت 18 شهرا حتى يتم إنتاج مصل لها. وكذلك قالوا سينتشر أكثر من ذلك هذا الفيروس. نعم. أو هذا الوباء. أيضا الصين في هذا الأمر جانت أكثر من 20 مليار دولار بعد أن خرجت هذه الشركات. يعني ماذا تقدم لدولة عملاقة مثل الصين؟ نعم هذا شيء قليل يا أخي. ولكن أنت الآن الصين الآن الدول كلها تهرع على إنتاج المصل وإنتاج الدواء المناسب، ويحاولون بشتى الطرق ويقولون أنهم لن يتم توفير هذا إلا قبل 18 شهرا. ولكن الصين الآن تمتلك الفاكسين وتمتلك بدليل أنها الآن يعني احتوت الأمر تماما. ليس دليلا هذا. هذا دليل. حصل. هذا دليل. طيب ما أقول دكتور، يعني ما مصلحة الصين في انتشار هذا الفيروس في دول ضعيفة؟ الآن الدول الضعيفة هي التي تعاني الأمر، ليس عندها سياسة إدارية تستطيع يعني أن تحتوي الدول هذا. الدول العظمى لا تحسب الأمر هكذا. أمريكا دخلت الشرق الأوسط ودمرت البلاد كلها وقتلت بالملايين. هؤلاء لا ينظرون إلى الفقراء. ليس من هناك صراع قوي بين الصين وبين أمريكا، وخاصة هو صراع اقتصادي. الصين في الفترة القادمة ستجني أموالا طائلة وستصبح القوة الاقتصادية العظمى، لأن كل الدول ستهرول إلى الصين لشراء هذه العلاجات وهذا المصل، وستجني منه الكثير والكثير. وأنا في اعتقادي يعني أتوقع أن الصين ستأخذ المرتبة الأولى اقتصاديا وستهبط الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يتحدث عنه الكثير من المراقبين. سنبحث عن دور العرب في مواجهة هذا الفيروس وماذا يمكن أن يقدموا من نظرية في حيال ذلك بعد الفاصل. نواصل هذا الحديث بعد العودة من الفاصل. أسعدكم الله مشاهدين الفاضلين، وهذه عودة لمتابعة الحديث في موضوع حال العرب في التعامل مع جائحة كورونا بين المبادرة في فهم الظاهرة وتفسيرها والاكتفاء في متابعة تفاعلاتها عالميا. أستاذ أنور،
يعني الآن فرضيات كثيرة تتحدث عن كيفية نشوء هذا أو تولد هذه الحمى، وزد على ذلك مدارس أو أساليب في معالجة هذه الظاهرة والتصدي لها. هناك الأسلوب البريطاني بغض النظر عما قيل عليه من كلام، والأسلوب الأمريكي إلى آخره، بينما العرب يكتفون بالمشاهدة. لا توجد محاولات لإشباع حاجة المواطن العربي لمعرفة ماذا يحصل. هل هي الصدمة أم هو العجز أم ماذا؟ عربي. طبعا هو مركب من الصدمة ومن العجز في الحقيقة. الدول العربية خلال العقود الماضية لم تهتم أبدا بوضع الصحة في أولوياتها. نحن نعرف أنه الدول العربية بأجمعها تنفق على الجيش وعلى أجهزة الأمن وعلى الأجهزة الاستخباراتية وعلى الجانب السياسي ما لا تصرفه على جوانب التعليم وعلى جوانب الصحة وعلى البنى التحتية لهذه القضايا، وبالتالي فإنها اليوم أصبحت منذهلة بسبب هذا الوباء، وهي لا تملك خطط تنموية شاملة، لا يوجد لدينا مؤسسات بحثية، لا يوجد لدينا مراكز إنذار مبكر، لا يوجد لدينا شركات دوائية على مستوى تصنيع الأدوية، وبالتالي فهي مستهلكة للأخبار والأنباء، مستهلكة للأدوية، مستهلكة للخطط التي تواجه بها المرض، ومن ثم فهي أشبه بعاجزة. إضافة إلى المفاجأة التي يعني دخلت عليها، لأنها منشغلة بحروب بينية وصراعات ومحاصرة بعضها لبعض، وبالتالي جاء هذا المرض ليعيد الآن يعني تقييم الحالة السياسية لهذه الأنظمة في ظل هذا الظرف. نعم. لكن هناك عقول وهناك علماء، لماذا لا يصار إلى صيغة مدنية أهلية، مؤسسات خاصة تستطيع أن تتعامل مع هذا الموضوع أو تقدم نموذجا في التصدي أو في تفسير هذه الظاهرة أو مثلها؟ العقول المختصة العربية أغلبها هاجر، ومن هو موجود مضطهد أو نتيجة الفساد الوظيفي والإداري محيد، وبالتالي نحن أمام تركيبة وتوليفة من الواقع السياسي التي لا تجعل هناك مبادرات شعبية أو مجتمعية أو مدنية كما تفضلت لأن تأخذ بزمام المبادرة. هذا يحتاج إلى أول شيء بيانات وإحصائيات، هذا لا يتوفر، ومنظمة الصحة العالمية على لسان المدير الإقليمي يقول أن الدول يطالب الدول بمزيد من الشفافية، بمزيد من الشفافية، لأنه ما في بيانات وإحصائيات، وأنت كما تعلم أنه أي خطة تنبني في الأساس أول ما تنبني عليه على البيانات الواقعية والإحصائيات الميدانية، وبالتالي إذا لم يكن عندك هذا الأمر فلا تستطيع. سهولة الحركة والتنقل والوجود البدائل في مواجهة المرض ما في، يعني البنى التحتية في الدول العربية منهارة في ظل الصراعات، في ظل النزاعات، في ظل الحروب، فنحن نواجه يعني كارثة مأساوية يعني سنرى تأثيرها قريبا. نعم. طيب أستاذ نبيل، يعني حقيقة الحمى تنتشر سرطانيا أفقيا في المجتمعات، وحتى الآن الأرقام المفرج عنها عربيا هي أرقام متواضعة للغاية بعيدا عن التشكيك أو تصديق هذه الأرقام، لكن الملاحظ الظاهرة الملاحظة أن العرب يتعاملون مع هذه الحمى بكثير من النكتة وبكثير من الإشاعات التي تنشر خوفا وهلعا ربما يكون ضرره أكبر من الحمى نفسه. هل من تفسير لهذا الواقع؟ يعني أولا عندما تقول كلمة العرب الواقع لا أستطيع الإجابة إلا عندما يعني أشرح هذه الكلمة أو أفهمها حتى أستطيع أن أجيب، هل هي الأنظمة العربية المقصود أم هي النخب العربية المقصود أم هي الشعوب؟ يا أخي بلادنا العربية وبلادنا الإسلامية إلى حد لا بأس به أيضا، بلادنا العربية تواجه الواقع المآسي التي تصنعها بنفسها لنفسها، وسواء على مستوى النخب أو على مستوى الحكومات، وشعوبنا تعيش مآسي أكبر بكثير من مأساة ما يصنعه كورونا في على المستوى البشري. إذا أخذنا تعداد الشهداء في بلد واحد يتجاوز عدد ضحايا كورونا في كل بلدان العالم، يعني هناك الواقع أوضاع مأساوية إلى حد كبير تجعل السؤال يجب تحديده حتى نستطيع إجابة. أما الأنظمة فهي لا تشتغل لصالح البلدان ولا تشتغل لعمل إيجابي إلا للدفاع عن نفسها، إذا وصلها كورونا لعلها تستطيع تهتم اهتماما حقيقيا في الموضوع، أما حتى الآن يريد كل نظام حكم قائم أن يقول نحن لا تصلنا كورونا لأن أوضاعنا سليمة، لا تحتاج إلى إصلاح، لا تحتاج إلى ثورة، لا تحتاج إلى انقلاب، بالتالي الواقع هذا الهم الكبير الذي ينطلقون منه. الشعوب مأساوية، وضعها مأساوي، هي لا تستطيع أن تجد لقمة الطعام، قسم كبير منها الذي يعاني من الحروب، والقسم الآخر ملتهي الواقع إلى حد كبير بما وضع لإلهائه.
أما أن نقول النخب، إذا وجهت الكلام للنخب، نعم نحن نتمنى أن النخب السياسية، النخب الفكرية، النخب الأدبية، النخب الفنية أن تتحرك بشكل أفضل على صعيد مختلف القضايا، بما في ذلك قضية التوعية بكورونا وما يترتب على هذا الوباء وانتشاره، وعلى ما ينبغي صنعه من أجل ألا يفاجئنا مثل هذا الوباء الآن أو في المستقبل مرة بعد أخرى دون أن نملك الحراك. فالنخب مطالبة بتحرك أفضل حتى في الظروف الصعبة التي تعيش فيها في الداخل. أما بالنسبة للعقول المهجرة، الواقع هي ظاهرة تهجير العقول أو تهجير هجرة الأدبغة كما تسمى كانت من عشرات السنين معروفة في بلادنا، وكثير منها للأسف يعني تخسره بلادنا، تخسره في مثل هذه الظروف وبدون هذه الظروف، في ظروف السلم والمجتمع يعني المدني الذي يعمل بشكل منظم. بالتالي نحن نرجو الواقع أنه تتحول أو أوضاع بلادنا، هذا يمكن أن ينصب حتى في صالح الأنظمة لو أنها أعطت اهتماما حقيقي، تنفق المليارات على ما لا يفيد أو يمكن ما يضر، ولا تنفق المليارات على ما فيه فائدة سواء على المستوى العلمي أو الصحي أو التعليمي أو سواه مما ذكره الأستاذ أنور قبل قليل. نعم. طيب دكتور منتصر، يعني في الدول العربية يوجد علماء ويوجد مختصون وأنت أحد المختصين في هذه المسائل، لماذا لا يصار إلى صيغة علمية أو هيكلية علمية معينة تقدم تفسيرات للإنسان العربي حيال ما يحصل من ظواهر في العالم، ونتحدث اليوم عن ظاهرة كورونا؟ نعم، أنا لن أضيف كثيرا إلى ما تفضل به زميلي الأفاضل في هذا الأمر، ولكن أنا إذا نظرت إلى الخريطة الوطن العربي أو إلى العرب الآن تجدهم الآن مقسمين إلى ثلاثة أقسام: دول أنهكتها الحروب ودمرتها الحروب كسوريا والعراق واليمن وليبيا، دول انتهت للأسف يعني، ودول أخرى الجزء الثاني أو القسم الثاني يعيش في الفقر والجهل والضغط والظروف المعيشية الصعبة. أما الجزء الثالث هو يسير وقليل، فهي دول ثرية، اللي يعني نقصد بها دول الخليج إلى حد ما تعتبر ثرية. فمن أين تأتي والعقول والمبدعين هاجروا وتركوا بلادهم بسبب ما ترى؟ فهذه الدول، حتى الدول اللي أنت لما تنظر، عندما تنظر إلى الميزانية التي تنفق على البحث العلمي في هذه الدول العربية لا تجد شيئاً. عندما تجد مثلاً في إحدى الدول الأوروبية أن ما تنفقه يوازي حوالي 2% من دخلها القومي، وعندما تجد دولة مثلاً مثل السعودية تنفق تقريباً 0.05 أي يعني ما يعادل 1/40 مما تنفقه هذه الدولة الأوروبية، فأين البحث العلمي؟ أين هو؟ وهذه الدولة ميسورة، فما بالك بالدول الأخرى التي تعاني، لا يوجد فيها ميزانية للبحث العلمي إطلاقا، لا توجد معاهد بحثية بالكلمة المعروفة، حتى في الدول الثرية يقيمون نعم المعاهد البحثية وما إلى ذلك، ولكن شكل صوري، أنت العوبة في يد الغرب، لا تستطيع أن تفعل شيئا، هذا هو الواقع، لن يتركك الرجل الأبيض كي تقوم بما يقوم هو به، هو يريد أن يمسكك هكذا للأسف، وإحنا نحن في وضع ضعيف جدا للأسف. فحتى الميزانيات التي توضع لمثل هذه المراكز البحثية تصرف على الأجور ولا يصرف شيء على مادة البحث، حتى مواد البحث التي يعني تستهدف ليست ذات قيمة، هي يعني مطرقة من الغرب، فيقول لك العب يعني في هذا أمر منتهية، اعيد هذا البحث مرة أخرى. إنما عندما تقترب من بحث مهم كذا لن يتركك الغرب، هذا هو الواقع. طيب أستاذ أنور، يعني غياب أي تفسير أو أي رؤية عربية، يعني ماذا يمكن أن نتحدث؟ يعني الآن كما لو أنه وعي المواطن العربي، نتحدث عن 350 مليون عربي، عدد ليس يعني قليل، 350 مليون عربي يستقون وعيهم من وسائل الإعلام الغربية، من مراكز الأبحاث الغربية، من نشرات الأخبار الغربية المترجمة، يعني ماذا يمكن أن يترك من أثر على ساحة وعي العربي في قضية كورونا وما أثره بعد ذلك؟ نعم، هو بلا شك أنه هذا تحدي، والتحديات دائما تخلق نوع من الإصرار والعزيمة، إضافة إلى زيادة الوعي بالوضع الذي نحن نعيشه. كثير من الناس يظن أن هناك حالة من البنى التحتية الصحية التي يمكن أن يعتمد عليها، اليوم أصبحنا عراء أمام هذه البيانات التي تقول أنه بعض الدول المقدمة
تقريبا 200 سرير. ماذا يعني 200 سرير لبلد تعداده مثلا 30 مليون؟ الرقم لا يساوي شيء. المستشفيات والأمصال واللقاحات وما إلى ذلك في نوع من العجز فيها. بالتالي المواطن العربي هنا الذي كان بعيدا عن فهم إلى أي مدى نحن نعيش ولماذا كانت هناك ثورات لتعديل المسار، اليوم يعاني ويتلقى مباشرة الصفعة ليستيقظ ويرى واقع البنى التحتية التي كان يظن كما تصور له الدولة أنها قابلة للاستمرار. الصعاب تخلق دائما تحديات، والتحديات في ظني أنها ستزيد من وعي هذه الشعوب وتحركها وتلمس كيفية أنها تواجه هذا الداء وأسباب التخلف في مواجهته، وليس فقط مواجهة الداء، لأن هنا لأن عندنا كورونا سياسي إذا صح التعبير. فالكورونا السياسي أصاب القرار وأصاب النظام السياسي في البلدان العربية. نحتاج أول شيء أن نعدل هذا المزاج العربي ونجعله يعيش هذا الملحظة المهم ليتقدم نحو إيش التحديات التي ستواجهه، سواء كان كورونا أو أي كوارث طبيعية ممكن تأتي فيما بعد. طيب، فاصل أخير مشاهدينا الفاضلين، ومن ثم لنا عودة لمتابعة هذا الحديث. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ نبيل، ثمة من يرى أن ضعف الدول العربية في البنية العلمية والصحية في مواجهة حمى كورونا قد يكون سببا محتملا لإيجاد حالة تضامن عربي عز وجودها منذ عقود. هل يشكل كورونا برأيك خطرا على العرب بالدرجة التي تدفعهم إلى التضامن؟ مرة أخرى، إذا كان العرب المقصود بذلك الواقع اليوم الدول، الدول لا أعتقد، لأنه الواقع أكاد أقول ميؤوس منها، ولا أعتقد يعني قد يشفى الإنسان من الكورونا ولا يشفى من الداء العضال الذي أصاب بلادنا من خلال هذه الأنظمة التي تتوارث عمليا ظلما عن ظلم واضطهادا عن اضطهاد، ولا تتحرك حتى من أجل خدمة المصالح الذاتية للمشاركين في هذه الأنظمة إذا تأملنا بواقعها خلال العقود الماضية. بالتالي الواقع لا أستطيع أن أتوقع منها، هو تحتاج الواقع. يعني هناك أمور كثيرة حصلت كانت ضحاياها وكان كشف فيها عن النقص الكبير أمنيا وسياسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى الجوانب العلمية والاقتصادية والتقنية. الواقع هذا الأمر كان كشف أكثر من مرة قبل هذا الحين، ولم يكن هناك دافع كان مفروض أن يستخدم من أجل التحرك للتضامن، ولم يحدث ذلك. نحن الواقع حتى المناطق التي كانت تبشر بإمكانية تضامن أو تلاحم أو اتحاد، سميها ما شئت، في منطقة من المناطق الشمال المغاربي أو كمنطقة الخليج، نجدها تتصدع بدلا من أن تتقدم على خطى التي يتقدم عليها سوانا كما في الاتحاد الأوروبي عبر 60 سنة ماضية. يعني الاتحاد ليس سهلا، أو التقارب والتضامن ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى التنازل من جميع الأطراف عن بعض الأشياء المعتادة شخصيا أو ذاتيا من أجل الوصول إلى شيء مشترك، وللأسف هذا لا يحدث رغم أن المصلحة الكبرى. الأخ الأستاذ أنور قبل قليل ذكر شيئا الواقع مهما، وهو أن الغرب لا يريدنا كذلك، وهذا صحيح، ولكن نحن لم نعد مصلحتنا هي أن نبقى تابعين للغرب، وما لم نخرج من هذه التبعية لا فائدة. الآن الدول الأوروبية تتمرد على الهيمنة الأمريكية، الدول الشرقية بمعنى جنوب شرق آسيا أيضا تمردت على هذه الهيمنة الأمريكية. ما زال واقع العرب للأسف، العرب بمعنى الأنظمة، ما زالت حتى الآن للأسف
متمسكة بهذه التبعية على كل صعيد، بما في ذلك ما يمكن أن يضرب هذه الأنظمة بعضها ببعض كما شهدنا في المرحلة الأخيرة. لذلك لا أتوقع التضامن، إنما نرجو الواقع، نضع أملنا في الجيل الجديد الذي يعايش هذه الأمور جميعا، ويمكن أن يبدأ بدايات أخرى على مستويات أخرى، فيوجد نوعا من التغيير يسمح بهذا التضامن عبر الحدود. نعم. وما بين الشعوب. طيب سأعود إليك أستاذ نبيل، لكن في المقلب الآخر دكتور منتصر، يعني ألا تشي الأرقام المنخفضة للإصابات في الدول العربية مقارنة بغيرها من الدول على يعني إدراك ووعي باكرين من قبل الدول العربية بحقيقة هذه الحمى، وبالتالي يعني خوفا على الأنظمة أو خوفا على الدول العربية أو أي شيء، وبالتالي قدرة على السيطرة عليها منذ البداية؟ ألا يمكن أن الفرضية هذه أن تكون صحيحة؟ يعني قد يكون، ولكن أنا يعني عندما أنظر للدول العربية أيضا توجد دول أخرى كثيرة في العالم يعني أرقامها متدنية. أنا أريد أن أنوه أيضا إلى، أنا لا أريد التهوين يعني ولا التهويل من هذا الأمر من فيروس كورونا. لك أن تعلم أن مثلا في 100 شخص يصابوا 80 من هؤلاء 100 بعضهم لا تظهر عليه الأعراض إطلاقا، بعضهم تظهر عليه أعراض ضعيفة، بعضهم الجزء الثالث منهم يعني تكون الأعراض متوسطة. هؤلاء يعيشون حياتهم ولا يسألون ولا يذهبون إلى المشافي، وهؤلاء أصيبوا بكورونا وأصبحوا يعني منشرين للمرض أو للفيروس في المجتمع، ولكن لا تظهر عليهم الأعراض. أما الجزء المتبقي العشرين فهؤلاء من تظهر عليهم الأعراض، وهؤلاء هم المسجلين فعليا في كل الدول، وهؤلاء اللي فيهم النسبة تتراوح من 1-2% يموتون، اللي هم الناس اللي عندهم أي أمراض تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، فهم عرضة لهذا. هل من تفسير علمي لانخفاض عدد الحالات في الدول العربية، علما أن ما يميز الدول العربية عن الدول الأخرى التي عدد فيها الإصابات منخفض أن الدول المنطقة العربية في قلب العالم، هي منطقة ترانزيت، منطقة عبور؟ أما كما نوهنا في البداية في الجزء الثاني من الحلقة أن الدول العربية بعضها ضعيف ومنهار اقتصاديا ولا توجد لديه بنية تحتية، والجزء الآخر مهدم بالحروب، من سيسأل ومن سيسجل ومن سيعالج؟ كما لو أنك تشير لأن الأرقام أكثر من قد تكون طبعا أكثر من ذلك، أكثر ما هو معلن، ولكن لضعف البنية التحتية وضعف الاقتصاد والجهل وما إلى ذلك، كل هذا يؤدي إلى هذه النتائج الغير صحيحة. طيب سأعود إليك، لكن أستاذ أنور، يعني هناك طاقات، أنت ذكرت أن العقود العربية هاجرت إلى الغرب بفعل الواقع الآن الراهن في المنطقة العربية، هل يمكن بطريقة أو ما الإفادة من هذه العقول في تحصين المنطقة العربية والإفادة منها في تفسير رؤية وضع سياسة محكمة لمواجهة انتشار الحمى؟ طبعا بلا شك الكوادر العربية والعقول العربية المهاجرة الموجودة سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو غيرها بما فيها الصين كذلك، هذه الآن هي التي تمثل خط الدفاع أول حقيقة بما تنشره من معلومات وبيانات وإحصاءات باللغة العربية. فيوجد هناك حقيقة حراك موجود في تويتر وفي الفيسبوك وفي الانستغرام وغيرها من الوسائط، هناك يعني مقاطع تبث لدكاترة عدة في تنبيه المجتمعات العربية بما ينبغي أخذ الاحتياطات له، مشاركين بهذه التوعية. لكن الإشكالية ليست في التوعية، مجرد التوعية المجتمعية، الإشكالية في قضية أنه هناك قرارات يجب أن تتخذ على المدى المتوسط والبعيد في مكافحة هذا الفيروس. هذه القرارات يجب أن تبنى على بيانات وإحصائيات ميدانية، لا يكفي فقط أن نعطي للشخص بيانات حول قضية غسل اليدين وما إلى ذلك من الاحتياطات الطبية التي لا خلاف عليها، لكن الكلام هو التجمعات نفسها. يعني الآن نحن بدأنا نسمع أن الدول العربية تغلق الأسواق، تغلق الملاعب، تغلق المساجد، وصلت الأمور إلى المساجد. السؤال هو طيب هناك بؤر أخرى للتجمعات اجتماعية أحيانا لا تحكمها القضايا السياسية أو القرارات السياسية، ماذا عنها؟ هناك ثقافة يعني في قضية كيفية التعامل مع المريض، لا تنسى أن مجتمعاتنا العربية مجتمعات عاطفية وقد تتستر عن البلاغ عن المريض. إلى ما تلمح في هذا الكلام؟ ألمح إلى أن العقول الخارجية المهاجرة لا تستطيع أن تبني لنا خططا واستراتيجيات لمواجهة الفعل في الأرض، وإن كانت ستشكل معنا في الوعي الجمعي لهذه المجتمعات سياسية وإدارية. نعم، لكن الذي ينبغي أن يتخذ القرار هي المؤسسات الموجودة للدولة والمجتمع التي تقوم بمعرفة لماذا هذا الخلل في البيانات،
ما هو مصدره؟ هل لأن مجتمعاتنا مجتمعات ريفية وبالتالي الأرياف بعيدة عن المدن والمراكز التي يمكن أن يكون فيها مختبرات، أم هي قضية تستر اجتماعي خوفا لعدم يعني عزل هذا المريض أو ما إلى ذلك؟ فإذا هناك أسباب عدة تختلف من بيئة إلى بيئة، إذا لم يكن هناك وعي بهذه الأمور وإلا فإن المسألة تكون يعني وعي عام، يعني لا يمكن أن يحد من هذه الظاهرة. جيد أستاذ نبيل، هل المطلوب الآن في ظل انتشار جائحة كورونا أفقيا في المنطقة في العالم طبعا، هل المطلوب هو تحقيق حد أدنى من تضامن سياسي يعني يزيد الخطر الوجودي ربما على المجتمعات العربية من هذه الجائحة، أم المطلوب هو الدخول مباشرة في اجتراح خطط إدارية وصحية وعلمية لمواجهة هذا الأمر، وهل هذا ممكن بدون تضامن سياسي؟ يعني الأمور مرتبطة ببعضها دائما، الجانب الاقتصادي يؤثر على الجانب الصحي والجانب الصحي يؤثر على السياسي وهكذا، فهذه الأمور متبادلة، عندما تتم لابد أن تتم دفعة واحدة صح التعبير أو يسند بعضها بعضا حتى يكون هناك نوع من التقدم على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي على المستوى المالي إلى آخره. إذا نظرنا الآن في قضية أسباب انخفاض الأعداد بشكل مشترك ما بين الدول العربية وبعض الدول أيضا الضعيفة أو الهشة كما يسمونها أحيانا، نجد الواقع في ناحية أساسية، هذا المرض انتشر خارج نطاق مكان نشأته عن طريق السفريات، عن طريق وجود الناس مستثمرين، وجود السياح، وجود كذا. إذا نظرنا إلى الحركة السياحية أو غير السياحية في بلادنا لا نجدها بهذا الشكل الكبير، السياح كانوا لدينا يعني لم يأتوا بالأرقام، مثلا في مصر هناك عدد كبير من السياح عادة كل عام، ولكن قبل كورونا عندما أتى كورونا صاروا يغادرون مصر يعودون إلى بلدانهم، فلم يكن هناك عامل النقل الحقيقي الذي هو عن طريق البشر المصابين من بلد يأتي شخص أو شخصين يمكن أن ينشر أعداد كبيرة، والحركة الواقع ضعيفة جدا في بلادنا ما عدا بعض البلدان التي نشأ فيها ارتفعت الأعداد الإصابة أكثر من سواء كما هو الحال في الكويت في الإمارات وبعض الدول الأخرى. بالتالي الواقع هناك أمر نحتاج إليه وهو التضامن على أكثر من صعيد، التضامن في مجال التوعية أن ما يفيد الأنظمة يفيد الشعوب، ما يفيد الشعوب في المجال الصحي يفيدها أيضا في النواحي الاقتصادية. عندما ننظر إلى هذه الأمور يمكن أن تكون حركة واسعة النطاق وليس في نطاق ضيق، ولا أعتقد أن المغتربين كما يسمى العقول المهجرة وغير العقول المهجرة في بلاد خارج أوطانهم الأصلية، الواقع لا أعتقد أنهم وحدهم يمكن أن يصنعوا شيئا من هذا القبيل، هم يمكن يعطوا أن إشارات أو مؤشرات بداءً مما يمكن أن ينقلوه من الغرب أو من الشرق، ولكن لا أعتقد بأنهم هم قادرين على أن كما ذكر الأستاذ الدكتور منتصر الأستاذ أيضا أنور في هذا الأمر، لا نحتاج إلى مؤسسات والمؤسسات تحتاج إلى أرضية تقوم عليها، فلا بد من عمل داخل بلادنا حتى نستطيع أن نحقق شيئا من التقدم في الاتجاه الصحيح يعود على الجميع بالنفع. يعني أريد أن أختم معك أستاذ نبيل، يعني كما لو أننا ندور مثلا في المنطقة العربية في حلقة مفرغة، كيف يمكن كسر هذه الحلقة باتجاه أخذ خطوة ومبادرة لمواجهة تحديات تبدو وجودية بالنسبة للعرب في هذا الوقت؟ يعني لا أريد أن أحول الموضوع الحالي إلى موضوع سياسي من الناحية الواقعية، ما زلنا في دائرة كورونا طبعا. نعم أخي، هذه الحلقة كسرت ويمكن أن تؤثر الآن من خلال كورونا تأثيرا إيجابيا، كسرت هذه الحلقة بأنه كشفت خلال العقد الماضي مما بدأ بثورات ما يسمى الربيع العربي أن هناك إمكانات كبيرة هائلة لدى جيل الشباب الذي نشأ تحت ظل الاستبداد أن ينشأ على المستوى الإداري، أن ينشأ على المستوى التوعية، أن ينشأ على المستوى العلمي بشكل آخر غير ما نشأ عليه جيلنا من قبل، وآنذاك يمكن أن تتضافر الجهود المجال العلمي مع المجال الصحي مع المجال الاقتصادي من أجل بناء شيء جديد. لعلنا نعايش الآن الجدوى الأولى على صعيده أو المنطلق على هذا الصعيد على هذا الطريق، ويمكن أن نشهد بعد جيل واحد أوضاعا جديدة، إنما لا نستعجل الأمور ونظن أن هذا الأمر يمكن أن يقوم بين ليلة وضحاها. نعم دكتور منتصر، حقيقة دول كبرى اتخذت إجراءات احترازية ووقائية كبيرة ومع ذلك تشهد الإصابات فيها زيادة بمتوالية هندسية وليس حسابية متضاعفة. نعم. مع ذلك الدول العربية التي لا تملك هذه الإمكانات الإدارية والطبية والصحية لا نسمع عن تفشي هذه الإصابات، هذا يثير نوعا من القلق على المجتمعات العربية. ما الإجراءات المطلوبة
على الأقل على المستوى المجتمعات إذا ما كانت مثلا الحكومات مقصرة أو تعتم على هذه الأخبار، ما هي الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان العربي، المجتمعات، الأحزاب، المؤسسات الأهلية لسد هذه الفجوة؟ نعم، يعني الإنسان يعني المواطن ضعيف، يعني الحلقة الضعيفة في الأمر، ولكن أنا أنبه الناس وأحب أن أطمئنهم إن شاء الله ما في داعي من التهويل. الصين أرادت أن تبعث بهذه الصورة التي رسمتها عندما أغلقت مدنها وأغلقت وأطبقت الحجر الصحي وأغلقت مطاراتها. نعم. والناس مكثوا في بيوتهم ولم يخرج أحد. هي صورة أرادت أن تصدرها للخارج لأنها سوف تربح من هذا الكثير والكثير كما قلت. فالناس يعني هي صدرت الفزع، صدرت الفزع. بعيدا عن الصين، عربيا ربما في بوقت قليل، يعني ماذا يمكن للمواطن العربي والمجتمعات العربية أن تفعل؟ ليس عليه أن يطبق الإجراءات الصحية كما قلنا في السابق. الإجراءات الصحية أن يكون بينك وبين الشخص الذي تحدثه على الأقل متر أو متر ونص كما قالت منظمة الصحة العالمية، غسل اليدين باستمرار، يعني البعد عن الناس المصابين قدر المستطاع، هكذا الاحترازات، يعني أن يغسل الإنسان يديه كذا مرة. يعني عن نفسي أمشي معي زجاجة من الكحول عندما أركب المواصلات، أطهر يدي عندما أنزل من أي مواصلة، وضع الكمام، هذه يعني أمور يعني إلى حد ما تقل على مستوى إدارة الدولة، على مستوى إدارة الدولة. هل كما خطط قلنا يمكن أن لا توجد خطط هناك؟ يعني متى كانت هناك خطط أصلا؟ عندما حدث هذا الأمر الاتحاد الأوروبي، رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا عن طريق الفيديو وتحدثوا عن الأمر، ونحن عندنا في الدول العربية لم يجتمع أحد ولم يتحدث أحد، وتترك الشعوب هكذا. طيب أستاذ أنور أختم معك، يعني هل أنت تحدثت أيضا أن المجتمعات العربية الآن يعني كما لو أن هناك يعني لا توجد خطة ورؤية واضحة لمحاصرة هذا المرض الذي ربما في أي بين لحظة وأخرى يعلن عن أن تفشيه في عدد من الدول العربية، يعني ما الإجراءات المطلوبة؟ كيف يمكن أن تواجه هذه الجائحة؟ في الحقيقة صناع الرأي من رجال دين، من إعلاميين، من مثقفين، يجب عليهم أن يتخذوا كل التدابير الممكنة التي توعي الشعوب بالاحتياطات والتدابير المعلن عنها، سواء من وزارة الصحة العالمية، من منظمة الصحة العالمية أو من وزارة الصحة المختلفة في الدول الغربية التي عانت من هذا المرض. وبالتالي فهناك أحيانا خلل في الخطاب الديني، مثلا تقليل تهوين المسألة إلى درجة أنه ممكن يعني نحن في بداية الأزمة ولا يمكن الحكم على قضية خطورة المسألة في البدايات، يجب أن نكون في البدايات أكثر حذرا بحيث يمكننا أن نتحكم في مسارات الأمور. وبالتالي على صناع الرأي، أنا في رأيي يعني إذا كانت القيادات الرسمية عاجزة أو فاشلة في اتخاذ الخطط والتدابير، فلا أقل من أن يكون صناع الرأي هم الذين يوجهوا المجتمعات نحو ما يجب عليهم أخذه وفعله وممارسته، وأن لا يكون هناك تهوين من الشأن، لأنه كما ذكرت لك لا يوجد بنى تحتية لخدمة إذا اتسعت الأزمة وتضخمت، ما في عندنا أي بنى تحتية لمعالجة الأمر. أشكرك أستاذ أنور. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام، أستاذ أنور الخضري رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث، والدكتور منتصر ذهني استشاري أمراض المناعة وعلم الجراثيم، وعبر سكايب من مدينة بون الألمانية الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الفاضلين، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.